الحمد لله احنا فرحانين بهذه النقطه هذه في هذه المقابله، مقابله قويه مع فريق اتحاد الفتح الرباطي. باش تجيب مدينه الرباط وتجيب نقطه راه ماشي سهله. ما نخفيش عليك كنا جايين باش نجيبوا ثلاث نقاط، اشتغلنا طيله اسبوعين باش نجيبوا ثلاث نقاط. اللاعبين كانوا عازمين، الطاقم التقني سي يوسف رتوت، فكنا عازمين نجيبوا ثلاث نقاط، ولكن اصطدمنا ب ما نقولش واحد الظلم تحكيمي. الحكم كان شويه قاسي معنا، خصوصا الحكم ديال الشرط، يعني ضربه جزاء خياليه اللي ما تشوفوها، بزاف ديال القرارات اللي كانوا خاطئين. ولكن كنبقاو فرحانين من النقطه الحمد لله من الرباط، وكنتمنى ما يصير فوق الفريق ديالي ان شاء الله في باقي المقابلات، وشكرا.